إذا حقروك على فقرك عادي، الفقر مش عار. إذا استهزئوا من شكلك عادي، فالجمال يذوب مع السنين. إذا حقروك على خدمتك باقي عادي، الخدمة رزق والأرزاق بيد رب. استحقارهم ما يعنيش اللي فيك عيب، واستهزائهم ليك يدل على النقص اللي فيهم مش فيك. الناس عند ربي بالقلوب مش بالشكل. الاستهزاء من الكبائر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. وقت يستهزئوا بيك مقامك يعلى على مقامهم عند ربي سبحانه. ربي يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. كل مخلوقين من طين، جاهلهم وقتلهم وادفنهم ضحكتك. صيحتي ليك: خلي كلامهم تحت ساقيك، وحط في بالك حاجة واحدة، اللي يحبك يقبلك كل شيء فيك. فاللهم يا رب كما سنت خلقتنا حسن أخلاقنا. سلام.